أهلا بكم. أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تفشي مرض الديفتريا في اليمن، وكشفت يوم أمس السبت عن 14 حالة وفاة و 12 حالة سريرية خلال الأسابيع الماضية. وأكدت المنظمة أن معظم الإصابات بالمرض من الأطفال في الوقت الذي يستمر فيه انتشار مرض الكوليرا، والذي أسفر عن وفاة 2200 حالة. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نناقش أخطار الانتشار السريع لمرض الديفتريا بالتزامن مع استمرار تفشي الكوليرا في محورين: حجم وطبيعة تفشي مرض الديفتريا في اليمن، والأخطار المحدقة باليمنيين، والحلول السياسية والاقتصادية التي يمكن لها أن تساهم في إيقاف تفشي الأمراض والأوبئة. حذرت منظمة الصحة العالمية من عواقب تجاهل الأخطار المحدقة باليمنيين نتيجة تفشي مرض الديفتريا بالتزامن مع الانتشار المستمر لمرض الكوليرا. وقالت المنظمة إن إغلاق المنافذ يمنع دخول لقاحات الأدوية، مشيرة إلى أن مليون طفل على الأقل عرضة للإصابة بمرض الديفتريا. نذهب لمشاهدة التقرير ومن ثم نعود لنبدأ الحوار. لم يعد خطر الحرب والمجاعة وحده من يتهدد اليمنيين، بل تجاوزه إلى الأوبئة التي أضحت تفتك بالملايين منهم. من الكوليرا إلى الدفتيريا، بات المرض مشهدا مألوفا ومرعبا في أرجاء اليمن، يأخذ أرواح العديد من المواطنين في القرى والمدن. الدفتيريا، الموت الجديد، مرض معد قاتل يصيب الفم والأنف والعينين. سجلت أولى حالته قبل أسابيع في محافظة إب، حيث تم تشخيص أكثر من 120 حالة سريرية وفق ما أكده بيان منظمة الصحة العالمية. المنظمة أوضحت أن من بين الحالات السريرية تم تسجيل نحو 14 حالة وفاة، أغلبها من الأطفال، في الوقت الذي يتهدد فيه المرض نحو مليون طفل آخرين معرضين للإصابة به. وتشير المنظمة إلى أن مخيمات النازحين في البلاد ستكون عرضة للإصابة بالمرض الذي تتزايد معدلات الإصابة به في الازدحام الشديد. ويرى مراقبون أن تردي الوضع الصحي في اليمن ساهم بشكل كبير في تفشي المرض في عدة مناطق يمنية خلال الأسابيع الماضية، وهو الأمر الذي سيستمر إذا لم يتم وضع حلول عاجلة لمنع تفشي مرض الدفتيريا. ويقتضي الأمر بحسب أطباء سرعة إيجاد طرق أسرع لتوفير جرعات لقاح والتطعيم اللازمة لمكافحة الوباء. وفق منظمة الصحة العالمية، فقد أدى إغلاق التحالف العربي للمنافذ البحرية والجوية إلى منع لقاحات وأدوية كانت في طريقها إلى اليمن، وهو ما ينذر بكوارث إنسانية قادمة. نبدأ النقاش مع ضيفنا الدكتور علي الوليدي، وكيل وزارة الصحة، ينضم إلينا من عدن. دكتور علي، أهلا بك. يبدو أن الاتصال مع الدكتور علي الوليدي غير جاهز حتى اللحظة. وكيل وزارة الصحة من عدن، هذه الحلقة إذن نخصصها للبحث في التحذيرات التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية فيما يخص تفشي مرض الديفتريا في اليمن وكشف. ينضم إلينا إذن الدكتور علي الوليدي، وكيل وزارة الصحة. أهلا بك دكتور علي. في إمكاني بصلك لا تخلص منها. دكتور علي، ألو. أيوة. دكتور علي، أهلا ومرحبا بك لهذه الحلقة من زوايا الحدث. في البداية لو تعطينا شرح موجز لمرض الديفتيريا. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أشكر الأخوان في قناة بلقيس والقائمين عليها. ظهرت لنا عدد من حالات الديفتيريا في محافظة إب. قامت وزارة الصحة العامة والسكان بالشراكة مع عدد من المنظمات الدولية ومنظمة الصحة العالمية على رأسها، وتم نزول فريق إلى محافظة إب لاستقصاء الحالات. سجلت ما يزيد عن 134 حالة حتى اليوم في عدد من المحافظات، منها 110 حالات في محافظة إب في مديرية سدة ومديرية أخرى، 10 حالات وفاة سجلت في محافظة إب. هناك جهود كبيرة تبذل من قبل الوزارة بالشراكة مع الأخوان في منظمة الصحة العالمية للحد من انتشار
الدفتيريا في عدد في بعض المحافظات المجاورة. سجلت حالة في محافظة المخا، وتم نزول فريق من العاصمة عدن إلى مديرية المخا، سجلت حالة وتم النزول إلى مديرية المخا. هناك جهود كبيرة تبذل من قبل الوزارة مع منظمة الصحة العالمية. هذا كله يعني نحن نحمل الميليشيات كونها مسيطرة على موضوع التحصين أم البرنامج الوطني للتحصين، وهناك خلل في عدد من المحافظات لم يصل في بعض المديريات أو بعض المناطق التغطية الكافية للتطعيم للدفتيرية في عدد من المديريات بسبب ما تقوم به الميليشيات من حصار لعدد من المناطق وكذلك سيطرتها على البرنامج الوطني للتحصين، ويتم تأجيل حملات، تم تأجيل الإيصال لعدد من المحافظات بسبب تعنت الميليشيات على البرنامج الوطني للتحصين، وهذا كان له أثر سلبي على انتشار عدد على انتشار انتشار الأمراض منها الدفتيريا مؤخرا. كنت تحدثت عن مناطق انتشار وباء الدفتيريا، لكن لو تعطينا أيضا نبذة عن هذا المرض، ما هو مرض الدفتيريا؟ هو مرض بكتيري حاد يصيب الجهاز التنفسي، يصيب البلعوم و اللوستين، وقد يؤدي الى الوفاه. نحن ننصح دائما ننصح انه على الاهالي وعلى الجميع ان يلتزموا او يطعموا اولادهم في المراكز الصحيه، وانه اللقاح متوفر مجاني في جميع المراكز الصحيه والوحدات الصحيه والمستشفيات المخصصه لاعطاء المطاعيم. قله عدم اخذ جرعه اللقاح ولو اثر سلبي على كثير من الاطفال. فبالتالي الوضع البلد الذي نحن فيه بسبب الحرب التي شنتها الميليشيات وأدى إلى ذلك، إنه كثير من المناطق في محافظة إب كان سبب وضع الميليشيات في هذه المحافظة، كذلك أثر سلبا على إنه كثير من الناس ما يأخذوش، كثير من الأطفال لم يصلوا إلى المراكز الصحية لأخذ المطاعيم. يعني الأطفال هم الآن المستهدفين، يعني كل حالات الوفاة هي من الأطفال. من خمسة إلى 10% أكثر عرضة لهم الأطفال. لا، وفق الإحصائيات المتوفرة لديكم؟ نعم، نسبة كبيرة منهم للأطفال. طيب، الآن أيضا هناك تحذيرات أطلقتها منظمة الصحة العالمية بسبب كما قالت الحصار وإغلاق المنافذ أنه يؤدي إلى عدم ضمان وصول هذه اللقاحات، ما تعليقكم؟ اللقاحات هي انا كنت اتمنى من الاخوان في منظمه الصحه العالميه واليونيسف بجميع منظمات الامم المتحده ان تكون شفافيه في ذلك. عندما تم منع طائرتي الامم المتحده من العام الماضي من قبل ميليشيات الحوثي وصالح في مطار صنعاء اعادتها الى مطار جيبوتي، وهذه طائرات الامم المتحده تحمل مطاعيم بكلفه مليون و600 الف دولار، إعادتها إلى جيبوتي مرتين متتاليتين لم يسمح لها بالهبوط في مطار صنعاء. كذلك تم منع خروج اللقاحات من البرنامج الوطني للتحصين إلى المحافظات المحررة في الشهر الماضي، وتم تأجيل الحملة الوطنية للتحصين، ولم يكن أي تصريح من هذه المنظمات الدولية العاملة في بلادنا بما تمارسه الميليشيات، واضطررنا أننا نؤجل الحملة. في الأخير نحن دولة لا نتعامل بعقلية الميليشيا، اضطررنا من أجل أنه لكل مواطن يوصل له المطعوم، كنا نتمنى أن يوصل المطعوم في وقته، لكن تم تأجيل الحملة لمدة أسبوعين بسبب تعنة الميليشيات عدم إخراج المطاعيم لهذه المحافظات. أيضا تم نهب البرنامج الوطني للتحصين من قبل الميليشيا، ونحن نقول لهم انه نحن في عدن جاهزون ومستعدون ان نتحمل المسؤوليه تجاه شعبنا في جميع محافظات الجمهوريه، ولكن عليكم ان تساعدونا في نقل المطاعيم الى العاصمه عدن، ونحن مستعدون لايصالها مثل ما قمنا بايصال ادويه الكوليرا لجميع محافظات الجمهوريه. تم ايصال 53% من الادويه من العاصمه عدن الى المحافظات التي تحت سلطه الانقلاب، اوصلنا ادويه الاورام، اوصلنا محاليل الغسيل الكلوي لهذه المحافظات، لكن ما هو من تحت سلطة الميليشيات لا يتم خروجه إلى هذه المحافظات، وبالتالي نحن نحمل الميليشيات ميليشيا الحوثي وصالح كل نكسات في القطاع الصحي بسببهم، أنه 55% من القطاع الصحي تم تدميره من قبل هذه الميليشيات، ما تبقى هو 45% من القطاع الصحي ولكنه يشتغل بشكل جزئي. كثير من الكادر الصحي شرد، كثير منهم عدم، كثير منهم من طرد، ومنهم من استشهد. كل هذه الممارسات التي تمارسها ميليشيا الحوثي وصالح
كنا نتمنى طيب من دكتور علي، في هذه منظمات الفترة الأمم المتحدة وخلال هذين أن يكون الأسبوعين لها، نعم منذ التطور الأخير ودعوة التحالف العربي إلى إغلاق المنافذ، هل وصلت أي أدوية أو لقاحات إلى أي من الموانئ اليمنية؟ نحن في عدن في موجود في المستودع الدوائي عندنا مخزون كافي من الأدوية والمستلزمات الطبية، وستصنف في الأيام القادمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 4500 جلسة خرجت من مركز الملك سلمان وهي في طريقها إلى العاصمة عدن، وستنوزع منها إلى المستشفى الجمهوري في تعز ومستشفى الثورة في تعز ومستشفى الثورة في إب، كذلك مستشفى الثورة في صنعاء ومستشفى العسكري في صنعاء ومستشفى الجمهوري في صنعاء 300 جلسة لكل مستشفى، وكذلك في محافظة إب وحجة وعدن وحضرموت وسيئون والساحل، كل ذلك منها من الجلسات اللي وصلنا من مركز الملك سلمان وهي في طريقها الى العاصمه عدن عن طريق المنافذ الذي هي موجود تحت سلطه الشرعيه، والادويه والمستلزمات الطبيه متوفره عندنا في العاصمه عدن، ما تسوق للميليشيات هو جزء من حربها الذي تشن على شعبنا اليمني. طيب وماذا عن اللقاحات؟ اللقاحات هي موجوده في صنعاء تحت سلطه الميليشيا في البرنامج الوطني للتحصين، ونحن نطالب منظمه اليونيسف وطالبنا اكثر من مره منذ عام، وعملنا رساله الى صنعاء وعملنا رساله الى القاهره وعملنا رساله الى جنيف انه البرنامج الوطني للتحصين وكل اللقاحات تحت سلطه الميليشيا، وانه باي لحظه طيب هذه الميليشيا في هذا الوقت وفي هذا الظرف وانتشار الدفيتريا كما قلت في محافظه، ما هي الاجراءات الممكنه لانقاذ المواطنين من هذا المرض؟ نحن نتدارس الان مع الاخوان في منظمه الصحه العالميه والفنيين انه المحافظات التي فيها تغطيه ضعيفه انه نعزز في تغطيه اللقاحات في هذه المناطق، وعندنا ان شاء الله بعد بكره في العاصمه عدن اجتماع يضم مدراء مكاتب الصحة والسكان ومنسقي التحصين في جميع المحافظات لنعمل استراتيجية جديدة للتحصين، وسنخرج بمخرجات كلها لصالح البرنامج الوطني للتحصين. نحن حقيقة في وزارة الصحة العامة والسكان كثير من البرامج لا تزال تسيطر عليها الميليشيات، وهي برامج ذات أهمية ومنها البرنامج الوطني للتحصين، كون القرف اللقاحات موجودة في صنعاء، ونحن سنبدأ إن شاء الله في الأسبوع القادم لعمل قرف اللقاحات في العاصمة عدن لتكون بديلة عن صنعاء، في حال أنه تم منع اللقاحات سنزود المحافظات من العاصمة عدن، سنبني قرفة في مطار عدن الدولي وأخرى في مدينة عدن، وإن شاء الله قرفتين في محافظات مجاورة لتكون بديلة عن ما تقوم به الميليشيات تجاه منع اللقاحات لوصولها للمحافظات. طيب خطورة انتشار الديفيتيريا دكتور علي كيف تنظر للخطورة؟ وهل هناك جهود تبذل، الوضع ليس خطير وليس مقلق بهذه الدرجة، ولكن نحن في وزارة الصحة العامة والسكان كل ما تعرض له القطاع الصحي هو يعود إلى ما تقوم به الميليشيات تجاه شعبنا اليمني، هذه كلها آثار سلبية من آثار الحرب التي شهدتها الميليشيات. كثير من البرامج لا توجد لديها موازنة تشغيلية، كثير من القطاعات لا توجد لديها موازنة تشغيلية بسبب أنه الميليشيا سيطرت على موازنة الدولة، ومن ضمنها برامج الرعاية الصحية الأولية، البرنامج الوطني للتحصين، البرنامج ومكافحة دحر الملاريا، البرنامج السل، جميع هذه كلها أثر سلبا على ما قامت به الميليشيات. طيب ما هي مبررات المنظمات الصحية سواء منظمات الصحة والمنظمات الدولية الأخرى لعدم التعامل معكم في العاصمة المؤقتة عدن فيما يخص اللقاحات والأدوية؟ هو هناك تعامل، لكن ليس بالشكل الجيد، يعني لا تزال المراكز الرئيسية في صنعاء، كل الممثلين في صنعاء وجودهم في صنعاء تحت سلطة الميليشيات، نحن دائما نقول ونتخاطب معهم بكل مراسلاتنا وكل لقاءاتنا انه صنعاء صارت عاصمة مغتصبة من قبل الميليشيات، ليست عاصمة الدولة اليمنية، هي عاصمة مغتصبة تحت سلطة ميليشيات، فلا يجوز ولا يحق ان تتعاملوا مع سلطة ميليشياوية. اشكرك جزيلا دكتور علي الوليدي وكيل وزارة الصحة، كنت معنا من عدن، شكرا جزيلا لك. لم نتمكن من إشراك ضيف آخر في هذا الموضوع. في الختام تحية طاقم البرنامج ومنتج هذه الحلقة عبد الرحمن الأبارة.